النهارده لليوم الثاني، لليوم الثاني مراكز الشهر العقاري، مكاتب الشهر العقاري فاضيه. بوجه كلامي للجنة العليا للانتخابات اللي النهارده كانت لسه عقده مؤتمرها، المؤتمر بيتكلم فيه الصحفيين، مؤتمر الصحفي مره لليوم الثاني، مكاتب الشهر العقاري فاضيه تماما. ده احنا حتى ما لقيناش ناس نكلمهم، يعني ما لقيناش مواطنين نكلمهم. ذهبنا الى مكاتب الشهر العقاري ما عندناش، ادي ادي الناس قليلين جدا. دي كمان التوكيلات، لكن فين مكاتب؟ فين النهارده صور النهارده يا جماعه؟ ادي مفيش حد خالص وافدين. ده ناس بتعمل شغل الشهر العقاري العادي ومفيش اي حاجه لا علاقه بالوافدين. سالنا الناس كلها، كل ده الناس رايحه تعمل شغلها، اللي توكيل لمحامي، اللي بيبيع حاجه، اللي بيسجل حاجه، لكن مفيش عمل له علاقة بالوافدين. بنحذر مرة أخرى العليا للانتخابات، السادة الأفاضل الأجلاء، أنتوا هتفقدوا كل الوافدين، كل الوافدين اللي هم كانوا في في الدستور نص مليون، مش هيجي منهم عشرة تلاف. أنتوا حرين، يعني هذا تضييق على الناس، هذا عسر وليس عسر، وده مش توسيع للقاعدة الانتخابية، وضد القرار الذي قام الذي أصدره السيد الرئيس. انتوا يا جماعة بتعقدوا الدنيا، وأنا مش فاهمة ليه. هم غالبا ما بيسمعوناش أساسا، مش مركزين معانا أساسا يعني.